في افهم لبير من بوزك؟ انا؟ لا انا زعلانة منك. مني انا؟ ليش شو عملت؟ لا لي ما عملتي لي شيء، بس يمكن عم تعملي لحالك شيء منه كثير منيح. شو قصدك؟ يمكن اذا بقول لك بتزعلي مني. اذا ما حكيتي شيء بيزعلني، ليه بدي ازعل؟ شو في؟ ماما بعرف انه الظرف يلي عم تقطعي فيه منه هين، بابا مسافر وانا عم ضل بالجامعة، بس هيدا مش عن انه تقدر لك تربيع وقتك على السلولار، واذا مش على السلولار على الفيسبوك، واذا مش على الفيسبوك والسلولار على الواتساب. حطي حالك مطرحي، انت بتعرف الوضع بسوريا كيف اليوم، انا عندي اهل وقرايبين واصحاب هنيك، عم بتواصل انا وياهم واطمن عنهم، شو هي الجريمة اللي عم بعملها؟ ما فهمت. مش جريمة ماما، بس ما بعرف، يمكن انا زدتها شوي، ما كنت عارفة انه الوضع بالشام عمل لي كل هالقلق. ليكي شو رأيك بعد الغدا عند تيتا نروح ناخذ لنا شي كوكتيل؟ بأمرك انا. حطي السنتور.